إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 400 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 523,165 حالة، بينما تم تسجيل عشرات الوفيات ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 9,202 حالة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 324 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 510,623 حالة. فجهة الدار البيضاء 16 تسجيلات، الدار البيضاء 147 حالة وحالة وفاة واحدة، النواصر 14 حالة، المحمدية 11 حالة، جديدة 6 الحالات، برشيد 2 الحالات، مديونة 2 الحالات وحالة وفاة واحدة، وبن سليمان حالة واحدة. بينما جهة الرباط سالة القنيطرة سجلات 64 حالة مقسمة كالتالي: سالة 24 حالة، الرباط 14 حالة، صخيرة تمارة 13 حالة، القنيطرة 12 حالة، سيدي قاسم حالة واحدة. بينما جهة مراكش آسفي سجلات مراكش 45 حالة، اليوسفية حالة واحدة. بينما جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلات 44 حالة وست الوفيات مقسمة كالتالي: طنجة أصيلة 35 حالة وثلاثة الوفيات، المضيق الفنيدة 5 الحالات، تطوان 3 الحالات وجوج الوفيات، شفشاون حالة واحدة حالة إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة. بينما جهة الداخلة واد الذهب سجلات 18 حالة، بينما جهة سوس ماسة سجلات أكادير 9 حالات، إنزكان أيت من الأول 6 حالات وحالة وفاة واحدة، تيزنيت حالة إصابة واحدة. بينما جهة فاس مكناس سجلات 10 حالات وحالة وفاة واحدة مقسمة كالتالي: فاس 7 حالات، مكناس حالة واحدة، تاونات حالة وفاة واحدة، تازة حالة واحدة، صفرو حالة واحدة. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نذكركم أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 400 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 523,165 حالة، بينما تم تسجيل عشرات الوفيات ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 9,202 حالة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 324 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافين بالمغرب إلى 510,623 حالة. فجهة الدار البيضاء 16 تسجيلات، الدار البيضاء 147 حالة وحالة وفاة واحدة، النواصر 14 حالة، المحمدية 11 حالة، جديدة 6 الحالات، برشيد 2 الحالات، مديونة 2 الحالات وحالة وفاة واحدة، بن سليمان حالة واحدة. بينما جهة الرباط سالة قنيطرة سجلات سالة 24 حالة، الرباط 14 حالة، صخيرة تمارة 13 حالة، القنيطرة 12 حالة، سيدي قاسم حالة واحدة. بينما جهة مراكش آسفي سجلات 46 حالة مقسمة كالتالي: مراكش 45 حالة، اليوسفية حالة واحدة. بينما جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلات 44 حالة وستة الوفيات مقسمة كالتالي: طنجة أصيلة 35 حالة وثلاثة الوفيات،
المضيق الفنيدق 5 الحالات، تطوان 3 الحالات وجوج الوفيات، شفشاون حالة واحدة وحالة وفاة واحدة. بينما جهات الداخلة والذهب سجلات 18 حالة، بينما جهات سوس ماسة 16 حالة وحالة وفاة واحدة، بينما جهات مكناس فاس سجلات 10 حالات وحالة وفاة واحدة. إذا المتابعين الكرام كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.